تعرف أن نسبة الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية لعام 1438 وصلت ل 460,488 حادث، وعدد الإصابات الخطيرة 33,199 إصابة، وعدد الوفيات 7,489 حالة وفاة. خلونا نحسبها بحسبة بسيطة وبالدقيقة. في كل 60 ثانية هناك حادث مروري، وفي كل ساعة هناك 4 إصابات خطيرة، وفي كل 24 ساعة هناك 20 حالة وفاة. تفصيل أكثر، 88% من المتوفين هم من الذكور، و 12% هم من الإناث، وتتراوح الأعمار ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. أصبحت الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية داء خطير وفتاك، ويجب علينا أن نحذر وأن نصبح أكثر وعياً.